مختلف الجامعات. وفي كلمة لرئيس الحركة مسعود بن عجون دعا لضرورة انتخاب الطلبة في الاستحقاقات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك من أجل التعبير عن رأيهم وإيصال صوتهم. كما ثمنت الحركة دور الجيش الفعال في حمايته للحراك الشعبي السلمي والتغطية لعادل عباس. إنه موعد هام ننادي فيه جميع الضمائر الحية من جيلنا هذا للمطالبة بصوت عالي وجري وبطريقة سلمية حضارية تنبع من وطنيتنا وحبنا الأعمال الجزائر، للتوجه والمشاركة بقوة في الواجب الوطني الانتخابي، آمرين من إخواننا الطلبة ونخبة المجتمع أن غيرين عن الوطن المساهمة بكل من شأنه أن يحقق الموعد. وهنا يستوقفني ما يقدمه جيشنا الوطني الشعبي منذ بداية الحراك الشعبي ومساهمته التي جنبت الجزائر في الوقوع في الفراغات والمآلات التي لا تحمد عقباها.